عاصفة مطرية شهدتها المناطق هنا شمال سوريا. بدأت هذه العاصفة ليلة أمس بالهطول المطري على أغلب المناطق هنا في ريف جرابلس. المخيمات هي المتضرر الأكبر من هذه العاصفة المطرية. ثلاث خيام في هذا المخيم اخترقتها المياه منذ ليلة أمس، وما تسبب بخروج الأهالي سكان هذه الخيام باتجاه مدينة جرابلس إلى مناطق أخرى. أيضا الدفاع المدني السوري قال أنه سوف يعمل على تأمين المخيمات في حال حدوث كما وصف بالكوارث التي تسببها هذه الأمطار والعواصف التي ربما ستشهدها المنطقة في الأيام القادمة من فصل الشتاء. الأهالي هنا في هذه المخيمات بشكل عام يناشدون المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية بضرورة تأمين الدعم اللازم لتلافي حدوث ووقوع كوارث في مع دخول فصل الشتاء واشتداد العواصف المطرية والرياح.